اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامج شباب البلد بالتعاون مع منتدى شارك الشبابي. اليوم بحلقتنا من شباب البلد راح نحكي عن استخدامات الشباب لوسائل التواصل الاجتماعي وكيف ممكن نجعل منها وسائل مفيده للمجتمع. في البدايه خلونا نرحب مع بعض بضيوفنا المتواجدين معنا. اول شيء سائد كرزون، اهلا وسهلا فيك. سائد انت يعني في كل شيء في عالم السوشيال ميديا، مدرب على مهتم في مجال السوشيال ميديا، وفي كمان معنا محمود حربات، محمود انت مناظر فيسبوك جي وكمان مهتم في وسائل التواصل الاجتماعي، وكمان ما بننسى جمهورنا الكريم اللي شرفنا اليوم، وان شاء الله راح نطلع حلقه كبيره ومنيحه مع بعض بما انكم كلياتكم فيسبوك جيين على راي حربات. في البدايه خلينا نبلش معكم ومع حربات بالاول. هلا احنا بنعرف انه عاده في عنا بيكون على الفيسبوك في تصريحات سياسية أو ناس بتحكي على الفيسبوك ممكن تضيع قضايا كبيرة مهمة للناس. كيف ممكن الناس تتعامل مع هاي الشائعات، تتأكد منها، والشباب اللي بيقرأوها يتأكدوا من هذا الإشي إذا كان عندي صح أو خطأ؟ في البداية مساء الخير للجميع ولكل الشباب ولكل السوشيال ميديا في فلسطين. بعتقد أنه السوشيال ميديا في فلسطين تم استخدامها استخدام جيد، استطعنا من خلالها أن نسلط الضوء أكثر وأكثر على القضية الفلسطينية، واستطعنا أن نقوم باستمرار بحملات لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية، وكان آخرها حرب غزة، وباستمرار الحملات اللي دائما وأبدا منحاول ولنا الفخر أن نكون سباقين في وضع استراتيجيات في كيف استخدام هذه الأدوات في نصرة قضيتنا. ولكن إذا ما عدنا إلى السؤال، يعني لكل أداة في إلها سلبيات وإلها إيجابيات. يعني مثلا سيارة زمان قالوا لما طلعت صارت بتسوي حوادث، إذن إحنا دائما ما بدنا نروح على الجانب السلبي، وأنا دائما من المدافعين على مواقع التواصل الاجتماعي ودائما بظني أنا مدافع إلها. الشائعات هي إشاعات موجودة سواء كانت على زمن السوشيال ميديا أو ما قبل مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ظاهرة في المجتمع، في أي مجتمع موجودة، ولكن تنطوي كيف أنه نحلها، من أين أنت تأخذ المعلومة. وهذه مهم دور كل متلقي في ومن يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي. إذا إحنا عرفنا أنه من ينشر المعلومة وعندنا ثقة فيه، إذن بنأخذها منه، ولكن هذه تأتي على عاتق المتلقي والمستمع والمستخدم لأدوات التواصل الاجتماعي، فعليه أن يكون دائما حريص في مين يختار أنه يأخذ معلومته وما ينجرش وراء الربع وين ما يروحه. تمام. السؤال لسائد. سائد، إحنا عادة بنشوف كثير من الصور والفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي، إن كان فيسبوك، تويتر أو أي بلوج موجودة، تنسب بعض الصور لقضايا مع إلها بتكون مش إلها، مثل حرب غزة نشرت صور لأطفال مش من غزة، ممكن كانت في سوريا أو أي في مكان في العالم، فيديوهات قضيتنا فلسطين قضية ما بدها أي حدا يحكي عنها، والمشاهد مثلا في غزة كانت مشاهد خاصية لحالها بتحكي عن حالها. قديش ممكن هاي الأكاذيب تأثر على القضية اللي إحنا بندافع عنها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بالأكاذيب؟ نعم. إذا كان في ناس بتحاول تكذب. حبيت فكرة محمود لما السيارة طلعت بتسوي حوادث، بس ممكن أشبهها بشيء تاني. لما طلع القطار فكر أنه في جن بيمشي، عرفت كيف؟ بعدين بدأت الناس تتعود. لما طلعت السيارة بالأول خاف وبعدين بدأت تتعود. نفس الإشي أي اختراع جديد الناس بدها تدب عليه، فبيصير استخدام عشوائي بأي طريقة خيانات. ولكن بالعشر سنوات الماضية وهلأ صار المتلقي حذر، صار يدير باله تحديدا بعد ما صار بأزمة جبع وحادثة جبع، وقديش راح فيها أطفال، والناس صارت تكتب 100 طفل، يعني عرفت كيف؟ فكل الناس انجرت وكانت تصير مشاكل كبيرة بقضية غزة والصور اللي تم نشرها هي مش من غزة وإلى آخره. كمان مرة بأكد أنه برجع على عاتق المتلقي. في ناس للأسف وظيفتهم أنه ينزلوا شائعات، وللأسف هذا فضاء عام. انت اول ما بتشوف اشي عاطفيا بتصير تتفاعل معه، بتصير تسوي شير، والموضوع كثير خطير. الخطرة وين؟ الخطورة انه لما اعلامي بيصير هذا مصدره، والاعلامي مصدر المفروض يكون موثوق ويصير هو اللي ينشر الخبر، هذا بيسوي الازمة. بينما الناس اليوم بتقرأ الخبر بتحاول تتأكد، ولكن ما زال ضعيف جدا مرحلة التأكد، لانه الناس مش مطلعة على عدة مصادر. شو بيجي لها؟ شو حاطة لايك لهي الصفحة؟ بيصيروا يتابع. هون الخطورة. تمام. طيب عنا حابين نسأل الجمهور اللي عنا هون، كيف بتستقبلوا الإشاعات اللي بتشوفوها على وسائل التواصل الاجتماعي، وقديش بتأثر فيكم
أو بتقتنعوا فيها كتير؟ كل يوم بنشوف عنا أخبار، لكن قديش بنصدق من هاي الأخبار كناس بتعرف بالسوشيال ميديا ممكن ويوميا بتتعاملوا معها؟ ممكن تعطوهم المايك. زينة نزال، محافظة قلقيلية. حاب أحكي بخصوص السوشيال ميديا، ومثلا أي خبر إحنا بنطلقه بنحاول إنه نشوف المصدر تبع هذا الخبر، إذا كان مثلا من جريدة رسمية، من موقع رسمي، كمان بنحاول إنه عن طريق الجوالات إنه نتأكد مباشر من الحدث مثلا إنه هيك صار ولا لا، يعني نحاول نجمع معلومات من الواقع أكثر عشان نتأكد من، لأنه صارت الإشاعات كتير في زي ما تحكيت في على هدول على السوشيال ميديا، كثير صارت أشياء إشاعات، فالواحد لازم يتأكد. تمام. طب الصبية جنبك كانت كمان حابة تحكي. أنت لما تتصفحي وسائل التواصل الاجتماعي وتلاحظي كثير من الأخبار اللي بتخون أو بتحكي على ناس، أو مثلا مثل محمود وسائد وناس النشطين على الفيسبوك اللي بيحكوا لهم أنتوا ليش بس بضلكم تحكوا على العالم الافتراضي مثلا، تقلوا شوي واقعيين. هلا طبعا بعقب على كلام زميلتي زينة، الواحد يعني في شيء اسمه واقعي ومنطق، فبناء على المنطق والواقع والتحليلات كل واحد بيكون عنده يعني رؤية معينة، يعني ضمن الواقع والمنهج المنطقي انه نحن بنقدر نحكم على هاي القضايا. هلا بصراحة يعني في كتير ناس بيستخدموا الفيسبوك بيسيئوا باستخدامه، يعني بطريقة بتكون مش جادة ومش فاعلة كمان. يعني هلا لما احنا نستخدم مواقع التواصل الاجتماعي المفروض يكون في هناك هدف معين، يعني انه احنا نوصله للناس يكون سامي ونبيل وإله يعني غرض يكون معروف يعني وبفيد وبخدم الناس. لكن لما انت احنا يعني نتطرق لمواضيع خيالية أو قصص خيالية بتكون يعني تقريبا يعني تشوبها بعض الخرافات وهاي الأمور كلها، يعني عقل الإنسان أكيد يعني أكبر من إنه هيك قصص تخترق عقل الإنسان. يعني في عنا حكيت لك إشي اسمه منطق وواقعي، فأي إشي بعيدا عن هذا الإشي. تمام. طيب تفضلي هون حابين نحكي، مع انه احنا مرات بنلاحظ انه في اشياء منطقيه او بيجوا بيرجعوها للعلم. يعني قبل فتره كانوا حاطين انه وكاله ناسا بتحكي انه الارض بدها تنتهي، ووسائل اعلام كثيره ومشهوره وذات ثقه نشرت الموضوع وبعدين تم التكذيب. كيف انت بتتاكدي كمتصفحه؟ هلا انا في البدايه بفكر انه دور، يعني اذا بدنا نحكي عن الفيسبوك فهو الدور الرئيسي له هو ما بيعطيني معلومه كامله بقدر ما هو بيعطيني هنت عن المواضيع اللي عم ينحكى فيها، فبالتالي هو مش المصدر الرئيسي ولا الرسم الوحيد اللي انا ممكن ادور فيه على المعلومه. غير هيك الصفحات اللي بختار انا اكون موجوده فيها واللي بنتقي منها المعلومات، يعني مع الاسف احنا بنشوف في الغالب عندي صاحبه لها فيسبوك بتحكي لي عامله باج اعملي لي لايك يلا امشي الموضوع، وبالتالي بتصير مصدر من مصادر معلومة لإلي. هلا انا بالنسبه لي ما بعمل لايك لاي باج، باخذ معلوماتي من الصفحه الرسميه في العاده، يعني انا طالبه في جامعه بيرزات، فاذا بدي اخذ معلومه متعلقه اذا في دوام بكره او ما في دوام باخذ من الصفحه الرسميه الموجوده لجامعه بيرزات على الفيسبوك وبرجع للموقع كمان مره، فبالتالي المعلومه انا يعني مش كل شيء بيجي بسهوله وبهالبساطه. هاي قبل ما يعني بناخذ يعني تاخذ عنوان رئيسي انت مضطر تقرا اكثر، بتروح للمصادر الرسميه عنها. طيب احنا حابين ننتقل مع بعض ومع كمان ضيوفنا لنتابع تقرير اعدتنا اياه الزميله رايه شتاوي عن كيفيه استخدام الشباب لوسائل التواصل الاجتماعي. خلينا نتابع مع بعض. فيسبوك، تويتر، انستغرام وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي اللي أصبحت شديدة الحضور في حياة أغلبية الأفراد اللي بيملكوا حسابات اجتماعية على هذه المواقع. كاميرا شباب البلد رصدت آراء بعض الشباب واللي كانت متفاوتة حول الانغماس في استخدامها. بتعامل معها يعني زي الإنسان، أي إنسان طبيعي بتواصل مع أصحابه مع أصدقائه إلى آخره. يعني هي ظاهرة تقريبا انتشرت بشكل واسع جدا بعكس الفترة السابقة. الفترة السابقة كان تواصل أغلبه على بس يعني تليفون ومش تليفون. يعني أول ما بدخل الزبون عندي هون أول ما بسألني إنه في نت ولا فيش نت وشو رقم الباسورد، إذا في بجلس ما عندوش مانع يعني يقعد بالكافي شوب ويدفع اللي بده اياه.
انتشار ثقافة المواقع الاجتماعية بين الناس جعلت ناقوس الخطر بدق عند المختصين، خاصة أن الشبكات الافتراضية لا يوجد عليها الضوابط والرقابة اللازمة للحفاظ على المجتمع. يعني شبكات التواصل الاجتماعي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير على نطاق واسع من العالم، أصبحت قادرة على اجتياز الحواجز الزمنية والمكانية، ووصلت إلى عدد كبير من سكان العالم في شتى بقاع الأرض التي يتواجدون فيها. شبكات التواصل الاجتماعي عبارة عن ظاهرة إعلامية واجتماعية جديدة فرضت نفسها بقوة في المجتمعات، وفرضت نفسها بقوة على الشعوب وعلى الأفراد الذين يتواجدون داخل المجتمعات. استثمار مواقع التواصل الاجتماعي بصورة صحيحة بعزز من إيجابياتها كتبادل المعلومات والخبرات والبحث عن فرص العمل وغيرها من الميزات اللي سهلت الحياة. من التأثيرات الإيجابية لشبكات التواصل الاجتماعي اللي انتشرت بشكل كثير في الفترة الأخيرة، واللي من أبرزها طبعا الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب والعديد من الوسائل الأخرى المنتشرة والدارجة في مجتمعنا، أولا أتاحت الفرصة للانفتاح على الآخر، أتاحت الفرصة لنا كأفراد مجتمع للانفتاح على ثقافة الشعوب الأخرى، أتاحت الفرصة لنا لتبادل المعرفة مع غيرنا من الشعوب أو غيرنا من الأفراد الذين يتواجدون في مجتمع خارج المجتمع الذي نتواجد فيه. أيضا من التأثيرات الإيجابية أنها تتيح الفرصة للعديد من أفراد المجتمع للتعبير عن ذواتهم وعن معتقداتهم وعن مجتمعاتهم وعن همومهم. فيسبوك يعني بستعمله ليش؟ علشان مثلا بيكون في مثلا دائرة المسرح مثلا، فبيكون في مثلا أمسيات، بيكون في إشياء هم المؤسسة نفسها ما بتكونش قادرة إنها تروج لها، فبتعملها إيفنت على الفيسبوك، فأنا بفهم إنه في إيفنت من الفيسبوك يعني. لا يمكن لمتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي إنكار الخطر اللي بتحمله هذه المواقع، فسلبياتها سمحت لأصحاب النفوس الضعيفة من لا يملكون الشخصية على أرض الواقع أن تكون متنفسا لهم وملاذ لإطلاق الشائعات اللي بتعصف بالمجتمع وبتثير البلبلة والفتنة فيه. أتاحت الفرصة للكثير من أفراد المجتمع لنشر الشائعات أو الأخبار المغلوطة التي لا يوجد لها أساس من الصحة، وهذا يعود إلى ماذا؟ يعود إلى عدم وجود رقابة على ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يعتبر بمثابة حافز للكثير من أفراد المجتمع لنشر أي أخبار تروق لهم حتى لو لم يكن لهذه الأخبار أو لهذه المعلومات أي أساس من الصحة. مواقع التواصل الاجتماعي باتت منتشرة بين الناس بشكل غير معقول، حتى أصبح استخدامها سلاح ذو حدين، من جهة مكنت الناس من التواصل مع بعضها البعض حتى إنها بتعيش بقرية صغيرة، ومن جهة أخرى جعلت تداول الإشاعات واختراق الخصوصية أمر بغاية السهولة. لبرنامج شباب البلد رايا شتاوي، تلفزيون فلسطين. شكرا للزميلة رايا على هذا التقرير الرائع. زي ما شفنا رايا حكت عن أشياء كتير، احنا ما بنركز بس على السلبيات، لازم نركز كمان على الإيجابيات. وسائل التواصل الاجتماعي محمود ركز معي شوي هون، مالك وين رحت؟ طيب قديش أثرت في حياتنا؟ يعني احنا كناس ما كناش عايشين قبل، دخل علينا إشي جديد، بيتهمونا كشباب انه بنستخدمه بطريقه خاطئه، بس قديش انت كشخص عايش جزء من حياته في العالم الافتراضي على الفيسبوك وتويتر واشياء تانية اثرت علينا بشكل ايجابي؟ شوف كثير في الاحيان بنروح باتجاه انه عالم افتراضي، ولكن في الواقع هو مش عالم افتراضي، هو اصبح له فعل على ارض الواقع بتستطيع من خلاله انك تكون مؤثر. والان في على مستوى الوطن العربي بنشره على مستوى العالم، أصبحوا في مشاهير للسوشيال ميديا ومشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي. إحنا بدناش نقول كمان كمجتمع فلسطيني ومهم على شاشة الرشاشة الرسمية على تلفزيون فلسطين، إن أول إشي نقول إنه الشائعات والمشاكل في المجتمع هي موجودة، سواء كانت في أدوات المواقع، في مواقع التواصل الاجتماعي وأدواته قبل وبعد، ويمكن لقدام كمان نعرف شو الأدوات الجاية. بس إحنا خلينا نروح، يعني مثلا إحنا للأسف الشديد بنستخدم بس الفيسبوك في فلسطين، ولكن في أدوات ثانية لا يتم استخدامها مثل الانستغرام، مثل التويتر، ومثل أشياء أخرى كثيرة. الآن في مبالغ ضخمة يجنيها الشباب ومستخدمي هذول المواقع. يعني في مثلا في أحد الصبايا السعوديات اسمها أفنان الباتيل، هذه عندها 2 مليون فولورز على الانستغرام، البوست الواحد اللي بتحطه على الانستغرام تاعها
تبيعها ب 2000 ريال يعني في البوست من الواحد. من شركة الانستغرام اللي بتعطيها؟ لا لا مش شركة، لأنه عندها عدد متابعين من شركات، هي أصبحت مصدر للمعلومات. مش صورة شخصية، أي صورة بتنزلها كإعلان. طبعاً لأنه أصبحت هي كأنها مصدر للمعلومة، لأنه أصبحت، وفي آخر الدراسات بتقول لك إنه السعودية أكثر من 60% من إعلاناتها توجه إلى الناس المتنفذين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا إشي إحنا بنلامس. يعني أنا بقول لك في أصدقائي السوشيالجية في كل المناطق العالم، خصوصاً في الأردن مثلا، في الأردن في هنالك يعني في هنالك تنظيم ورحلات واهتمام في مستخدمين لتويتر، وحتى في كل العالم العربي. احنا للأسف متقوقعين على الفيسبوك، ولكن في هنالك استخدامات تدر الربح، تدر النفوذ. في مصر كان هنالك اجتماعات مع قادة الصفحات الكبرى، كان في هنالك اهتمامات واسعة. يعني الموضوع بدناش نظن ندور حوالين انه في اشكاليه، في غلط، هذول تخخيط فيسبوك، هذول ما فيش عندهم فايده، هذول بس بيحكوا. انا منظرين العالم الافتراضي. انا قلت لك انا في بدايه الحلقه انا منظر فيسبوكي، وانا انا انا افتخر في هذا المسمى، واللي انا كمان من احد الناس اللي اخترعته. ليش؟ لانه في ناس لما يقول لك منظر فيسبوكي هذه يعتبرها مسبه. لا، اذا في زمان ايام الجاهليه كان في شعراء كانوا ما يطلعوهم مش على الحروب. أدوات المواقع التواصل الاجتماعي استخدمت وتستخدم الآن في جيوش إلكترونية، في هنالك وايت هاكر، وفي هنالك كمان قراصنة. يعني القصة فيها خير وشر. القصة كبرت أكثر ما إنك تروح تقول شائعات ولا مواد إنها عدم استخدامها. يعني حتى أقول لك شغلة، على مستوى بتعرف يا سائد، على مستوى المجتمع الفلسطيني، وإحنا لازم ننتقد المجتمع الفلسطيني ومؤسساته وحتى كل الهيئات اللي فيه، يا عمي بيقللوا من قيمتنا، بيتعاملوش معانا. يعني انهم كانهم فيسبوكي. يعني هذا فيسبوكي شو بيسوي؟ شايف هلا ما بيبعدوا انه في تاثير واقعي. مواقع التواصل الاجتماعي لم تعد مواقع افتراضيه، هي مواقع تتم استخدامها، لكن اثرها طيب على ارض الواقع، في هنالك ارباح يتم من خلالها، في هنالك تاثير، وفي هنالك نتائج ضخمه، وخصوصا القضيه الفلسطينيه حققنا انجازات. حلو، تمام. طيب سائد، الناس مستخدمة أكثر وسائل التواصل الاجتماعي في الترفيه، لايك، كومنت، أغنية. حابين نعرف المشاهد اللي بسمعنا هلأ وبشوفنا، كيف ممكن نستفيد من وسائل التواصل الاجتماعي على الصعيد الشخصي أو حتى على صعيد مادي؟ تمام، ممتاز. يعني محمود كثير هيك استفزني بكثير شغلات كثير حابب أضيف عليها، ولكن ديش نركز دجاوب على سؤالك. يعني؟ لا، استفزني إيجابيا. يعني إنه طيب الحمد لله. وين فيها الاستخدامات الكبيرة؟ من يومين نزلت بوست عن صورة نزلتها أحلام، بعرفش قديش، بخلال ساعة كان عليها أكثر من 80,000 لايك و30,000 تعليق. وبحكي إحنا اللي مننحت بالصخر إذا بيجينا 1000 لايك بطل عيمي بولا جاني 1000 لايك. أحكي لك، أولاً كل الشباب اللي هلأ بتطلعوا علينا، نبدأ هلأ نطلع من إطار الاستوديو هذا ونحكي كلمات فيها استفزاز لمخنا، ونبدأ نشتغل صح، نبدأ نحكي فيسبوك حلو مش حلو، تويتر مش كل الأمور هاي. كثير بشوف شباب بالدورات بتدريبات بالمجتمع كذا بعيطوا، بقعد مع واحد فيهم كنموذج، شو بتعمل بكتشف إنه الزلمة بيصحى الساعة 10 ولا 11 ولا 1، بكتشف إنه بس بضل يشكي لآخرين. بقول له طب يا عمي بادر اعمل كذا، اليوم ممنوع أي شاب يعيط لأنه عنده أدوات خرافية يروج لفكرته، لذاته، لمشروعه، مساحته الخاصة. معك حق، بس أضرب لك مثال بنفسي مثلا، مرات بكون قاعد على الكمبيوتر، عارف إنه عندي عالم كبير وواسع، بس مش عارف وين أروح. أوكي، عندك حدد أنت شو بدك بالدرجة الأولى، شو نقاط ضعفك ونقاط قوتك. اعمل يا أخي، أحكي لك، مرة رحت على بوست قلت بدي أكمل مع هالصديق، بجوز بشوفنا هلأ، بالآخر أقنعته أنه الخلل من عندك. عندك أنت مخترع، أنت بتعمل، أنت وأنت وأنت، سوي يا عمي مخطط عمل على الفيسبوك. الفيسبوك كيف حكى محمود مش إشي افتراضي مرتبط ذهنيا. في كتابة مقال اسمه تحولات الحرب عشان أربط لك الموضوعات. في بإسرائيل موجود وحدات خاصة للتويتر، وحدات خاصة للفيسبوك، وحدات خاصة لليوتيوب إلى آخره. طبعاً للحكومة إلى آخره، بعطوهم منح عشان ينزلوا تعليقات ونشر أمور تفيد، كانت وقتها الحرب على غزة، تروج، بسموها براندينج إسرائيل.
عنا ما في هذا الحكي لأنه عنا رايح لأكثر ترفيه، مش غلط الترفيه والمتعة، ولكن كمان في أدوات رائعة. عشان أحكي لك على 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 جوابك، اليوم هاي مساحة الفيسبوك، حتى الصفحة مش إشي اعتباط الواحد بنشر عليه، بيسووا لها استراتيجية كاملة. نقطة الضعف وين بمجتمع؟ ليش إحنا متوقعين هون؟ لأنه سوقنا صغير والناس بتخاف تجازف، ودائما حطى لها الوظيفة، بروح على الوظيفة بأخذ آخر الشهر هالمبلغ وتمام. فسوقنا صغير مش زي أسواق برا، لما أنا أسوي بزنس أستفيد منها كماركتينج تول، كأداة ترويجية. طيب لا نعم. بدنا نستفيد أكتر، يعني كيف نعم. ممكن نستفيد منه؟ نعطي المشاهد فكرة كيف ممكن تستفيد من هذا الإشي. أحكي لك على ثلاث شغلات آخر إشي اشتغلنا: باص المدونين، وحملة بنت البلد، ومشروع بتعرف إنه. الثلاثة حصلوا على جوائز، الثلاثة راحوا من مبادرات صغيرة جدا جدا جدا. بنت البلد، بنت البلد هي تكنولوجيا كلها مبرمجة على الفيسبوك، بحيث انه صحافة المواطن اللي احنا عم نحكي عنها، اللي فيش اسمه منظرين على الفيسبوك وعلى تويتر وكذا، اليوم انت محرك للكرة، انت محرك للملعب، مندخل فيها اشياء تفاعلية، هناك بتتم عملية تطوير كل الأمور. المدونة، المدونة في إشي اسمه AdSense، تمام، أو AdWords. هون في واحدة بعرفها بريطانيا عود محمود، من بوست واحد جابت $10,000. تخيل أنت اليوم تقدر تسوي عندك مدونة، تنشهر من وراء المدونة، تسوي بزنس. إذا انشهرت مدونتك، تمام، كل الشركات البلد بس عشان يحطوا عندك إعلان، أنت ممكن تسوي عنده دخل. يعني الشباب ممكن يقدروا من خلال وسائل بسيطة وترفيهية نعم. إنه يعملوا شيء. صحيح. بس عشان هم مش موجودين. يلا أضف. استطعنا في الشباب الفلسطيني وهم مش موجودين استطاعوا إنه يضيفوا. إحنا ما بنقدر نقول إنه كل الشباب الفلسطيني عمالهم بيضيعوا وقتهم. بدي أقول لك شغلة. بدي أقول لك شغلة. قبل ما تروح عليها. بدنا نحيي من خلال تلفزيون فلسطين. كل الشباب اللي تويتر جي اللي كانوا يشتغلوا ايام خلينا هذا سؤال رح هذا يعني جايهم عشان هذا السؤال اللي كان لك. لا هلا خلص بما انه انت بلشت في هذا الاشي. طيب حرب غزه، الفلسطينيين او الشباب الفلسطيني تويتر جي رايك او اللي بيشتغلوا على السوشيال ميديا قدروا انهم يعملوا انجازات على مستوى العالم وياثروا في الراي العالم العالمي، بس تقييمنا بالنسبة لهاي المرحلة المرات بالنسبة للأيام الماضية أو للحروب الماضية كيف كنا وقديش بدنا؟ شوف إحنا الحروب مش أول حرب بنخوضها، الحرب الأخيرة إحنا كان في عنا حرب 2012 وبعدين استمرت الأسرى المضربين عن الطعام، وكل يوم كان في عنا برضو إجت عنا مخيم اليرموك، مرينا في بعض الإشركاليات، واجهنا حملة ارفض شعبك يحميك، حملة برافر لن يمر في مناطق الداخل المحتل. كان في هناك العديد من الحملات اللي دائما تركز على القضية الفلسطينية، وكانت آخرها الحرب على غزة. الحرب على غزة ظهر عنا أبطال ومحاربين أقوياء وأشداء على السوشيال ميديا، منهم فرح بكر واللي كان عمرها 15 سنة صبية، كتبت بوست انه باللغة الانجليزية هذه منطقتي على تويتر، اتوقع على تويتر فرح عمرها 16 سنة، كتبت انه بس هذه منطقتي وتتعرض لقصف باللغة الانجليزية وبعد شوي يمكن اموت. فرح الان عندها اكثر من 200 الف فولورز، وفرح كانت طول الحرب هي عبارة عن منصة اعلامية لكل العالم، غيرت نظرة العالم لكيف أطفال غزة وأهل غزة متواجدين في غزة. في عنا أسماء جدا في غزة، عندنا عاصم نبيه، في عنا أسماء كثيرة كانت تستخدم السوشيال ميديا بالطريقة المثلى. وعلى فكرة العدد الإحصائيات تقول إنه لتويتر في فلسطين لا تتجاوز 36 ألف مستخدم فقط في فلسطين، ولكن مع هذا إحنا كمان من خلال الشاشة وهذه في آخر السنة إحنا نشكر كل المتضامنين العرب والأجانب اللي دائما وقفوا معنا في القضية الفلسطينية واللي دائما ساعدونا واللي كان لهم دور قوي وأساسي ورئيسي في تسليط الضوء على القضية الفلسطينية واللي كذبنا فيها كبرى شركات يعني ووكالات الإعلام اللي كانت تدعم الاحتلال. يعني أكبر إنجاز لما كانت المقولات الفلسطينية أيام الحرب تطلع وتكون ترند على تويتر وتكون من أكثر المواد الإعلامية اللي معمول عليها رتويت ومواد أكثر متابعة. طيب احنا خلينا هون نشوف الجمهور شوي، قديش بتحسوا أن الشباب عندنا في مجتمعنا بيستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي؟ مين بيحب يشارك فيكم؟ طيب تفضلي وبعدين الشابون. طبعا بيستخدموا الشباب السوشيال ميديا بشكل ايجابي، بنلاحظ بالفترات الاخيره بالمناسبات الوطنيه، بالمسيرات، بالاعتصامات، بنلاحظ الشباب زمان ما كانش حدا يطلع بيوت، كنا نرن عليهم على الجوالات ندعيهم
بجوز 3-4 يجي يعني. هلا بس بننزل اعلان واحد على الفيس او على تويتر او شيء بنلاقي الوف شباب طالعين، يعني هذا شيء مميز وشيء اصلا بيعمل انتماء للشباب لوطنهم. يعني انا فاجئوني يعني كثير انه عمل السوشيال ميديا نقله تطوريه في وطنيه الشباب وانتمائهم للوطن. يعني كانوا زمان رن عليهم ونتمنى انهم يحضروا يعني ونشد عليهم، بس انه عن طريق السوشيال ميديا عمل تطور اكثر وعملهم من جوا الانتماء، يعني هم نفسهم طلعوا. يعني نلاحظ الاعلان اللي كان على السوشيال ميديا لفت نظرهم اكثر، يعني بتلاحظ ممكن لانه تطور الشباب اكثر احسن من الوسائل الثانيه الاتصال او انه الدعوه تكون لهم. كان عمليه التواصل الاجتماعي عن طريق السوشيال ميديا كثير احسن. تمام، شكرا كثير لك. الشاب هون كمان حاب يشارك. مساء الخير للجميع، محمد جمهور، طالب في جامعة القدس. السوشيال ميديا بشكل عام اللي بيستخدموها بشكل إيجابي كثير جدا، بس في انتقادات للشباب اللي بيستخدموه بشكل خاطئ، بتقبلوش آراء الناس الثانية. بس غلبك تقرب المايك. بتقبلوش آراء الناس الثانية وبحبوش الحقيقة أنها تظهر في وقت ما هي المفروض تظهر. المفروض من أي واحد بده يشوف أي شيء إيجابي أو سلبي ينتقده بشكل إيجابي عشان يحسن ويطور من الشخص هذا اللي بينتقده. مثل إيش استخدامات سلبية أكثر وضحها؟ يعني أكثر. مثلاً اللي أنتوا ذكرتوها، الشائعات، ترويج أشياء، ترويج أشياء مش لازم تتروج، زي مثلاً الصور اللي ذكرتوها في حرب غزة اللي مش لغزة، اللي كانت مثلاً لأحداث سورية أو إشي زي هيك. إشي ثاني بالنسبة للاستخدامات الإيجابية للفيسبوك والدعوات اللي بتنتشر، عايز بتأثر؟ بتأثر مثلاً من خلال التجمعات والدعوات الشبابية. مثلاً في عندنا في جامعة القدس مجموعة شبابية طلابية اسمها صناع الحياة، مجرد ما ننزل دعوة بسيطة بتلاقي أغلب طلاب الجامعة بتفاعلوا وبشكروا هاي وبنعلن وبنصور وبننزل الصور، يعني بتتلقى إشي إيجابي للمجتمع وبنبسطوا منها الطلاب وبتأثر. تمام. للإدارة وللناس خارج الجامعة. شكرا كثير، حابين يشاركوا ورا. يعني أول إشي مساء الخير للجميع. بحب أحكي شغلة كتير مهمة، إنه في نقطة كتير حكاها سائد ومحمود كتير مهمة، إنه السوشيال ميديا هو إشي جديد، مش الكل لسه مدرك لقديش احنا ممكن نوظف هاي الوسيلة لخدمة اهدافنا. في كتير من الشباب اللي قاعدين معنا واللي بيسمعونا واللي بيشوفونا عندهم مبادرات كاملة قائمة على وسائل الاتصال المجتمعي، سواء تويتر، فيسبوك او حتى البلوجز. يعني مثلا لحد الان انا بحكي مع شباب بيستخدموا السوشيال ميديا بيعرفوش شيء عن البلوجز، مع انه البلوج ممكن او المدونات ممكن تكون نافذه وبوابه لنا في العالم. الفكره انه احنا لسه نتعلم على السوشيال ميديا. اكيد اكيد راح يكون في فجوه بين الشيء اللي احنا عن جد بنقدر نحققه من خلال السوشيال ميديا وهذا الشيء اللي عم بصير بشكل بطيء حاليا، وبين الأخطاء اللي عم بتصير والنهفات اللي عم بتصير على السوشيال ميديا. يعني أوكي إحنا عارفينه إلى آخره، بس برضو في شائعات. فأنت عندك المتناقضين وهذا إشي طبيعي. بس أكتر إشي مستفز بالنسبة إلي لما بيحكوا إنه السوشيال ميديا هي عالم افتراضي. لا، هي مش عالم افتراضي، هي انعكاس للواقع. وهون أنا بتفق مع سائد 100% إنه هي بتعبر عن الشباب، بتعبر عن أفكارنا فيما يتعلق بالشباب، بتعبر عن معظم مستخدميها أساساً، بتعبر عن أفكارهم، بتعطيهم أكسس أو وسيلة الوصول بوقت أقل وبجهد أقل وأكيد من دون تكلفة. فهي برضو إنه إحنا كشباب هاي إشي كتير مهم، يعني بين إيديهم إنه إحنا بالضبط نستخدمه فيه ويبذلوا فيه طاقات. بالضبط، هذا إشي حلو إنه إحنا نستثمر فيه، خاصة إنه إحنا هلا الشباب عنا كتير مبادرات وعنا كتير أفكار ودائما بنقول فيش مصاري ننفذها. فاللي حكاها سائد اللي هي فكرة إنه خلينا نشتغل على تنفيذ المبادرة ولحالها المصاري بعدين تيجي ونستخدم السوشيال ميديا صح. فبس شكرا. الشاب هناك كمان حابب يشارك. مساء الخير جميعا. يا مساء النور، بس بغلبك أيوة المايك. ماشي ولا يهمك. أول إشي يعني لما نحكي افتراضي فأنا بحيي كل الزملاء اللي هون، في أغلبهم هم بالنسبة إلي كانوا أصدقاء بداية إذا بدك افتراضيين،
بعدين صاروا حقيقيين، فهم بالآخر ما ضل شيء افتراضي. فهذا بجوز يعني جواب على سؤال افتراضي أو التركيز عليه. بالنسبة لنقطة سؤالك اللي هو متعلق به الإيجابية، إيجابية ليش نستخدمه إيجابيا أو سلبيا حتى؟ أنا تجربتي الشخصية بدي أحكي، تجربتي الشخصية ممكن يعني أنا كتير مرات بواجه مشاكل مثلا في علاج أو في كذا، فأنا بصور بستخدم الإنستغرام أكثر في النشر، فبصور الإشي المشكلة اللي عندي وبنشرها للناس، فبجد مرات تجاوب من الناس، وحتى كنت في آخر فترة أجد يعني تجاوب. الأمراض بتصيبك أنت ولا أنت تنشر معلومات؟ لا أنا عندي الوالد مثلا كان يتعب كتير بالفترة تمام. الأخيرة فكنت أخذه للعلاج، فأواجه مشاكل أو أشوف ناس بتعاني في المستشفى أو هيك، أنقل معاناتهم عن طريق صورة أو عن طريق نص معين للناس التانيين، أحكي عن معاناتهم. فيتواصل معي مثلا الناطق الإعلامي باسم الوزارة الصحة أو هيك إشي، ويتم حل المشكلة بشكل أو بآخر. فكان يحقق السوشيال ميديا ما يصعب علي أني أنا أتصل في فلان أو علنتان عشان يوصلني لفلان عشان يحل صارت وسيلة المشكلة تقرب بينك وبين تمام. أي حد تمام نعم. طيب الصبيه هون حابه اول شيء انا بدي احكي شوي عن انه احنا من القائمين على شركه فضفض. هي مبادره شبابيه بتقدم خدمات في مجال الصحه النفسيه. بدنا نحكي عن تجربتنا في السوشيال ميديا كيف كانت عم تنفع او يعني كيف روجت لفكره فضفض. مع الاسف احنا محدودين في المكان وفي الزمان، امكانيه اني اروح على القدس كثير صعبه، وامكانيه اني اطلع على الاردن كمان شوي صعبه، ويمكن القدس اصعب بشوي. فبالتالي احنا تجاوزنا حدود المكان بس عن طريق السوشيال ميديا، قدرنا نوصل لناس موجودين في كافه انحاء الوطن العربي. توصلوا لهم بإيش؟ هلا اول شيء احنا كنا يعني لما ندور على اخصائيين نفسانيين لحتى نقدر نتواصل معهم كنا نشوف لينكد ان. لما كنا بدنا نتواصل بدنا عندنا باج اسمها فضفض، بنروج فيها لفكرتنا كيف ممكن نقدم الدعم، كيف الشركه بتشتغل، وفعلا كنا قادرين نتواصل مع يعني انتم بتربطوا بين المريض والطبيب عن طريق السوشيال ميديا او الانترنت. احنا في عنا ويب سايت اسمه فضفض، هو عبارة عن منصة إلكترونية بتمكن المنتفعين من الاتصال بشكل إلكتروني مع الأخصائي بدون ما يكون في حاجة للتوجه للعيادات بشكل فيزيائي، وبتقدم خدماتها في كافة أنحاء الوطن العربي، وبتحتوي على أخصائيين من كافة أنحاء الوطن العربي بتخصصات مختلفة. فكنا إحنا بدنا نتجاوز حدود المكان، فكانت البوابة لنا هي السوشيال ميديا. يعني فكرة حلوة كيف إنه ممكن الواحد يستغل السوشيال ميديا في مبادرات وحتى كمشروع لهم كمؤسسة. الشاب هون كمان كان حاب يشارك. مساء الخير، أنا محمد أبو قرع، بحب أحكي عن الشباب اللي بيستخدموا السوشيال ميديا جديد زي ما عقب محمود في قضية الشهيد نديم نوارة. في أصدقاء الشهيد نديم نوارة ببعث لهم تحية طبعا، كثير عم بتابعوا القضية وعم بنشروا كل إشي بصير. آخر إشي أطلقوا حملة المقاطعة وكانوا عم ينشروا فيديوهات، ما بطلوا يضلوا بس في حيز البوست أو الصورة، صاروا عم ينشروا فيديوهات ويوصلوا المعلومة تبعتهم، فكل واحد بيقدر يعمل إشي بناء عليه. هلأ خلونا نحط على جانب الناس اللي بتتهبل على السوشيال ميديا، الناس اللي مش عارفة إيش تعمل، اللي حاطط اسمه عاشقة الوردي ولا حاطط اسمه مش عارف إيش، هدول ناس رائعين شوي. هدول خلونا نحطهم على جانب. هلا في اشياء عم بتصير او خطط عم بتصير مدروسه كيف تستهدف الشباب وعن طريق ايش، عن طريق اي صوره، شوفي في الصوره في كل شيء بتفاصيله بكون موجود، وبكونوا يعملوا لها بوستينج او بروموشن على الويب سايت او بيدفعوا عليها مصاري عشان تطلع عند الكل. وللاسف شبابنا عم تعمل كليك ولايك وبلا بلا بلا وكومنتس ومش عارف ايش، مش عارفين قائمه افضحني شكرا اللي طالعه على الجنب اللي عم تعمل تراكينج لكل شيء هو بيعمله والناس عم بتشوفه. بحب احكي لهم عيب اول شيء، يعني شيء لا خليهم مبسوطين باللي هم بيعملوا فيه، وخلينا نركز على الشيء الايجابي. تمام. للناس اللي بتمسخروا على التويترجيه او الفيسبوكجيه زي ما حكى حربات، انت شو بترد عليهم وكيف شايف الشيء الايجابي اللي بصير من وجهه نظرك؟ انا اللي شايفه خلي اللي يحكي بالاخر، حكيه مش رح يفيد حد، بما انه حكيه ما بوصل لمستوى يرتقي انه ياثر عليك او ياثر على شخصيتك. بالاخر كل واحد تحدده شخصيته وايش هو عم ينشر. طيب انا بدي استاذنك لانه عندنا ما شاء الله اليوم جمهور يعني متفاعل كثير. انفاح ربات اي وحده. طيب خلص يلا تفضلي. مساء الخير. سماح خواجه، طلبه اعلام سنه رابعه. هلا كنت انا راح احكي في ثلاث نقاط. النقطه الاولى انه يعني مازال الفيسبوك، تفضلي، مازال الفيسبوك محصور على اصلا المهتمين في ارض الواقع، هم نفسهم المهتمين اصلا
عن العالم الافتراضي. هاي شغله. شغله ثانيه، صح الفيسبوك بعطيني يعني بتعدى الحدود فيه، بعطيني الحلو فيه انه مساحه، يعني مساحة أكثر، إني بتقيدش بسلطة سياسة وسيلة إعلام بشتغل فيها. لا أنا بس المايك لو سمحتي. مدونتي مثلا بنزل فيها الأفكار بدي إياها بدون ما تقيد بوسيلة. عندك مدونة؟ إيش المدونة شو اسمها؟ هي باسم سماح الخواجة. هي عادة منوعات النشاطات اللي بشارك فيها، مرة يعني أفلام، أنا كثير في مجال الأفلام مهتمة، فالأشياء اللي بستمر فيها مجال الأفلام بتبع فيها في المدونة. في شغلة اللي كنت فيها حكوا فيها إن لا اليوم بس مجرد إنك تنزل بوست إن الجميع خلص إن جوينج وصارت، بس هو فعليا لا، إنه بصير بحط الجميع جوينج بروح على أرض الواقع. تكلمت على الإيفنتس والمناسبات اللي بنشيها على الفيسبوك. بس فعليا بروح على أرض الواقع بلاقيش 10 15 دول جايين، هاي فعليا. فشو اللي بصير عنا؟ إنه زمان لما ما كانش في عنا سوشيال ميديا كان ما فيش وسيلة تعبير إلا إني أنزل في الشارع. اليوم لا، بنزل أغنية غضب، بنزل بوست غضب، لما أجي بدي أنزل خلاص بكون الطاقة اللي أنا غضبان فيها على يعني على حدث صاير فرغتها فعليا في إلكترونيا على الكيبورد. لما أجي أنزل على أرض الواقع يعني بقرر أني ما أنزلش لأني فرغت الطاقة. طيب إحنا عشان رح ننتقل لتقرير، حاب صبية تشارك معنا قبل ما ننتقل لفقرة زميلتنا هبة. إيمان خواجة برضو مدونة، مدونتي اسمها صيد الكاميرا. في البداية كنت حصرتها في مجال الفيديو، فيما بعد يعني عدت وسائلها. بدي أحكي عن موضوع الإيجابية في استخدام السوشيال ميديا بشكل عام. الإيجابية من وجهة نظري أني بشوفها لما كل شخص بيحكي بيركز على شيء معين أو بيركز على قضية معينة حتى تحدث تغيير حقيقي وفعلي. بس هذا هو. تمام. طيب شكرا. طيب على السريع أرجوك عشان بدنا ننتقل للفقرة. أنا بصراحة رح أكون سلبية في هذا المجال شوية. سلبية؟ طب تفضل أشوف لي السلبية. مش بخصوص المدونات أكيد، لأنه الكل عنده مدونات. لا أنا يعني من خلال رؤيتي للواقع وتحليلي للواقع يعني كتير بشوف يعني صار عندنا في كتير تخصيص مساحة شاسعة للفيسبوك وتويتر وهاي الأمور كلها، فصار عندنا يعني بصراحة تأثير على الجيل الجديد. يعني بلاحظ صار كيف الجيل الجديد صار فيه كتير تراجع، يعني من ناحية الدراسة، في الدراسة، في التفكير، يعني في كل إشي. يعني إحنا كنا زمان بدون الفيسبوك وهاي الأمور كلها كنا نفكر نطلع برا، نطلع مسيرات، نحلل، نعمل برامج، نعمل أشياء. هلا أحكي لك على سبيل المثال، على سبيل المثال مثلا بتلاقي صار عنا السامسونج واللابتوبات وهاي الأمور، كل النساء بتلاقيهم رجال يعني بشكل عام فيسبوك 24 ساعة. طب مش لهالدرجة يعني، يعني الواحد لما بده يستغل الإشي يستغله بطريقة جيدة بوظيفة معينة، مش بيستخدموه يعني بطريقة فعالة إنها توصل لنتيجة معينة. يعني صاروا 24 ساعة على الفيسبوك، الله أكبر، يعني في الشغلة وعندي للفيسبوك وتويتر والواتس أب وهاي الأمور والبايبر، يعني صاروا يستخدموه بس إنه يعني زي شغلة برستيج مش أكتر، إني أنا هيني بحكي طبخت أبصر إيش، عملت أبصر إيش، لبست أبصر إيش، يعني بعتبرها بصراحة طيب هاي سخافة وهي 90% يعني بيستخدموها. أنا عارف إنك متحمسة يعني تحكي يعني في الموضوع أكثر، بس إحنا حابين ننتقل معكم لنتابع فقرة زميلتنا هبة حسون، فقرة التواصل، واللي بتحكي عن النرجسية اللي بخلقها مرات العالم الافتراضي، أو زي ما حكوا عالم السوشيال ميديا، لأنه بطل افتراض وجمعنا هون مع بعض. خلينا نتابع مع بعض. مساء الخير مشاهدينا، وفقرة جديدة من تواصل. الأنا وحب الأنا جزء كبير من تعزيزها هو ظهور مواقع التواصل الاجتماعي، فالأنا الاجتماعية في العالم الافتراضي أحياناً تتعدى إطار الشاشة لأرض الواقع من خلال الحديث بشكل مستمر عن منشور قام بنشره وعدد المعجبين به. ففي دراسة أعدها موقع بيست كمبيوتر ساينس سكول، دراسة بعنوان كيف يحولنا الإعلام الاجتماعي إلى نرجسيين، تجد أن الدافع الأساسي لاستخدام الإعلام الاجتماعي اليوم هو صناعة المستخدم صورته الشخصية ورصد تفاعل الأصدقاء مع أخباره وحالاته. واعتبر بعض الباحثين أن مواقع التواصل الاجتماعي لا تولد حالة من النرجسية فقط، بل تخلف شيئا من الفصام، وذيلوا ذلك بتحليل يظهر أن بعض النرجسيين لديهم القدرة على تبديل هوياتهم الرقمية وفي وقت قياسي من شخص صارم وقاسي إلى شخص لطيف ومهذب. وهناك من يفضل اختيار الشخصية الكوميدية التي تضحك الناس كي يجذبهم إليه، فيما يكون عكس ذلك في الواقع.
وتظهر الدراسة أن هناك أكثر من 36 مليون صورة على الإنستغرام مذيلة بوسم سيلفي و98 مليون صورة بوسم مي، كما تتطرق إلى تأثير الترويج الذاتي للمستخدمين على الفيسبوك، وخلصت إلى أن نرجسية المستخدمين هي سلوك غير سوي أكثر منه خللاً في الشخصية. وتبرز أعراض ذلك السلوك عند الأشخاص الذين يحدثون حالتهم كل 5 دقائق ويحملون صورهم بشكل متواصل ويكتبون جملاً تعبر عنهم، بالإضافة إلى التحديث شبه اليومي لمعلومات التعريف العامة عن أنفسهم. كما يهيمن على هؤلاء شعور باطني بالغضب في حال لم يتفاعل الناس بكثافة مع ما ينشرونه. وتلفت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يحصدون عدداً كبيراً من الأصدقاء عرضة بشكل أكبر للنرجسية، إلى جانب أولئك الذين يجهدون لمواءمة ذواتهم مع المظهر الاجتماعي السائد في العالم الافتراضي. وفي نظرة أخرى لمواقع التواصل الاجتماعي وعن الجانب الإيجابي للعالم الافتراضي، فقد خلق شخصيات إيجابية أظهرت مواهبها ونقلت نشاطها من على أرض الواقع لصفحات التواصل الاجتماعي من باب التشجيع في المساهمة كالمبادرات الشبابية والدعوات لتنظيم نشاطات اجتماعية، فوجدت مواقع التواصل الاجتماعي ساحة خصبة لحشد الجهود والمشاركة وإنشاء صفحات تحدد من خلالها وقت ومكان الفعاليات. لذا فإن حركات الإصلاح والتغيير في عالمنا العربي والإسلامي مدعوة اليوم إلى الاستفادة من ثورة الإنترنت إلى أقصى الحدود في مجالات التنظيم والإدارة والاتصال والإعلام والنضال السياسي وغير ذلك من جوانب معترك الحياة. لهون بتنتهي فقرتنا مشاهدينا، مع انتظار اقتراحاتكم وآرائكم على موقع الصفحة facebook.com/شباب البلد. إلى اللقاء. شكرا كثير لزميلتنا هبة على فقرة التواصل وعلى موضوع النرجسية. سائد، احكي لي شو رأيك في اللي سمعته هلأ، انه في ناس بيستخدموا اكثر للترويج لحالهم، وهذا الاشي ممكن ينطبق او يكون تحت عنوان النرجسية وعقدة الانا. يعني هلأ انت بدك اياني مليون شغلة طلعت وهي كمان وتعطيني بس هلأ كمان دقيقة؟ طيب طب حاول اختصر عشان حابين احنا نشارك كلنا مع بعض. هتحكي لك. طيب يلا. أولاً ثقافتنا كعرب هي فيش فيها تقبل للآخر، هي النقطة الأولى، وهذا رأي يعني ما فيش فيه أخذ وعطى معي. الشغلة الثانية معي رأي الشخص ديمقراطي. الشغلة الثانية هي لا، لأنه هذا إشي صريح بمبطن، بقول أنا بحترمك وبحترمك، لا بختلف مع محمود، بروح بسوي البلوك بسوي طيب. البلوك إلى آخره. شو حاب توصل؟ هاي مساحة شخصية، كيبولوها تيكت أور ليفت، يا بتاخد فيها يا ما بتاخد فيها، زي اللي ساكن برام الله ورزقته من رام الله وبسب على رام الله. هذا الفيسبوك مساحتك، مساحته، مساحتي، كيف بدك عبر. ما مش عاجبك هاي السياسة ابعد عنه، عاجبك كذا. انا اعتبر انه كل انسان حر بتصرفه فيها، ما بيعجبني برفض ببعد عنه، بحترم توجهاته، تمام؟ هو ثورجي، هو حر، تمام؟ هذه نرجسية. أنا بعتبر أنه كل إنسان فعلا هذه مساحته، أنا شخصيا بعتبرها مساحته الترويجية للأنشطة. في ناس بيقولوا لي أنت رومانسي، في ناس بيقولوا لي أنت بتروج كتير لشغلك، في ناس بيحبوا وروج أكتر، هذه انطباعات إرضاء الناس غير لا تدرك. ولكن أنه أنا بفكر كمان ما نروح لتوجه أنه سيلفي في أمراض نفسية أو لا، لأنه أول ما طلعت السوشيال ميديا طلعت دراسات من لغاية الربح من الفيسبوك وغيره، أنه بقولك لازم تنشر الساعة 9. طب يا عمي بزبط بأمريكا انشرت الساعة 9، بس ما بزبط بفلسطين، بناء على شو هاي الدراسة؟ لا بزنس. بعدين طلعت سيلفي ولا مش سيلفي، عشان كل ما حكيت على الشغل كل ما أشهرتها. فهذه كمان علم نفس. بدي ألخص، بأي مؤسسة كبرى بالعالم الكبار المحركين لها هم علماء نفس، في براندينج أويرنس بسموه، في مخاطبة العقل والتلاعب بالعقل، في العقل والذهن كيف بيشتغل. آخر إشي إذا بتسمح لي، كمل. أول ما طلعت بالغاب، الإنسان بالغاب استخدم الأدوات والشجر لا يخاطب، يبعت رسائله أو النار. بعدين طورت مع ظهور الديانات بأي مساحات، على الكعبة على غيرها الأخيرة، خبروا الناس بسموها الكلمة المتناقلة. تطور بظهور الديانات بالمساجد والكنائس إلى آخره. بعدين تطورت الجريدة، تطور التلفزيون. اللي بدي أقوله عشان الافتراض ومش افتراضي والتعلم، أنا لا بلاقي
احنا محظوظين، انا راح اكون ان شاء الله ابني محظوظ بوجود الديجيتال ميديا، حتفتح له مخه بآفاق خيالية اذا الاب والام بدهم وكيف برتبوهم هلا. فانا بقول السوشيال ميديا بتسوي بتذوت المعلومة لما انت بتشوفها كثير، فيما بعد تتحول لسلوك بس مع الوقت، فهي وسيلة إعلامية بعد. تمام. طيب بما انها وسيلة إعلامية، محمود 2014 كيف بتشوفها لجماعتك التويترجية والفيسبوكجية؟ قديش كانت مفيدة لكم أو فيها تطور على مستوى السوشيال ميديا والإعلام الاجتماعي بشكل عام؟ أعتقد أنها كانت سنة الإنجازات استطعنا من خلالها. أنا عندي طلب بالأول، إحنا قبل حلقة كنت تضحك، ما لك مكشر هلا أضحك وانت بتحكي. لا ما هو مش عارف هذا، لما تيجي الكاميرا بعرف تشيج بتقلب معي لحالها. طيب تمام. شوف الـ 2014 احنا تعلمنا، واذا استطعنا القول انه احنا اول ناس نستخدم السوشيال ميديا في الحروب فاحنا اول ناس استخدمناها، واستخدامنا إلها لانه هذه هي الاداه الوحيده من اجل ان نوصل رسالتنا، فما كانش عندنا خيار ثاني. اكتشفنا استراتيجيات، انتجنا استراتيجيات، وصرنا نخلق علم لانه هذا العلم علم جديد، يعني الرياضيات من زمان بفهموا فيها بس السوشيال ميديا يستطيع كل انسان ان يضيف عليها ويصنع طريقه الخاصه فيه. 2014 كان مثالي، 2014 كان فيه الكثير من الإنجازات لشبابنا الفلسطيني، واللي مستمر دائما مستمر بحملاته ومستمر بعطائه. في إشكاليات صح، احنا اول ما دخل الفيسبوك يعني كل الموجودين هنا واللي بيسمعونا قديش عندهم الفيسبوك، عندهم من 2010 2009. في ناس بقول لك اصلا لما بلش الفيسبوك بلش في 2004، ولما وصلنا في 2010، ولما فتحنا حساب 2011، يعني كل العملية 3 سنين يا جماعة الخير. طولوا بالكم علينا، استوعبونا شوي كمستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي، نحاول نوسع أفاقنا. السوشيال ميديا ليست فيسبوك، السوشيال ميديا في أدوات ومواقع وأمور أخرى تتعدى، مثل الانستغرام، لتويتر، لينكد إن، واللي من خلاله تستطيع أن تجد آلاف الوظائف وتسوق لنفسك عن طريق وتسوق على نفسك. وبعدين على فكرة السيلفي يا جماعة الخير كمان بيروحوا بيقولوا عن نفسي وما نفسي، وهذول تبعين طبعاً تدافع عنهم قد ما بتنزل سيلفي. أنا دائماً أنا قلبة المقص عندي هذا الموضوع. أيوة بالضبط. اللي راح نأخذه بعد الحلقة على فكرة. هلا في موضوع مهم وأساسي ورئيسي، وعشان نحكيها بالأريحية مش بمصطلحاتك الإنجليزية هذول يا سائل. هلا اسمع بدي أقول لكم شغلي يا جماعة الخير. بقوا زمان في العيد شو يسووا الناس لما تروح تلبس وتشخص أيام العيد، تروح على المصور، بقى المصور أيام العيد يشتغل أكثر من أي دكان. يعني كان في أيام العيد في كل مصور في البلد يشتغل عن السنة كلياتها، وكانت الناس دائما تحب أن تظهر بأجمل صورة. هلا لما طلعت صار متاحة وصارت التلفونات متاحة في أي وقت، صارت كثير إن نطلع متصورين في أي لحظة. إذا الأداة تجددت والأداة تغيرت، ولكن إحنا تواكبنا هذا التجديد، ليش مستشرين علينا وتبعين هذول تبعين الثقافة وتبعين علم النفس وفضفض هذول الجايين هنا وبأخذ سلفي وطلع محمود هلا هاي وصورني بعدين أنا وياك. هلا شو اللي بصير؟ اللي بصير إن هي أداة تتطور نستخدمها بنغلط. يعني من 2012 لما صارت استخدمنا في حرب غزة الأولى صار في عنا عدة إشكاليات، بعدين أجا 2014 صارت التغيرات، وعمالنا نتعلم ونعلم ونمشي معكم. بس يا جماعة الخير طولوا بالكم علينا، نطول بالنا، خلص حنطول بالنا. طيب نرجع لإشي مهم جدا. نعم. حكت عنه الصبية، وأنت كنت من الرواد في عنا في فلسطين، المدونات. نعم. نعرف المشاهد أكثر قديش ممكن هذا الإشي يكون مهم ووسيلة إنك توصل الرسالة اللي أنت حابب توصلها. بفترة من الفترات لما أنا بديت أدون زمان، يعني بال 2008 هيك إشي، كانوا يضحكوا علي زملائي بالإعلام إنه أنت لازم صحفي، بتعرف لازم تنشر بكبرى الوسائل وإلى آخره. بس آمنت بمقولة حلوة لغاندي إنه أي شيء بمر بثلاث مراحل أو أربعة، أول إشي الناس بيضحكوا عليك، بعدين بحاربوك، بعدين بتبنوا أي فكرة أنت بس تنجح فيها بروحوا معك. فلما بعدين تطور هذا التدوين، بعدين رحنا لباص المدونين، واللي سوى كمان من وجهة نظري تأثير ولو بمرحلة معينة. بالمدونة عشان أحكي لك القصة، مرة من المرات انتقدت الإعلام الفلسطيني اللي كان ينشر لي، بهاي المرحلة بعت لهم ولا حدا نشر، فروحت حطيتها على المدونة مقال ورا مقال، صرت أعرف شو أختار. المدونة دخلتني اليوم اللي أوصل أكون مع الدويتش فيلي، مع زملائي، أكون حدا. طيب. إله ممكن بيسوي شغلة صغيرة بالنسبة لي. تمام. هلا إحنا عادة يعني فيسبوك مشهور، تويتر. نعم. مشهور، الانستغرام صار مشهور لأنه في جماعة السيلفي والأشياء هاي، جماعة حربات. طيب
اعطيك ادوات ثانيه. لا البلوكس والمدونات قديش حاسس انه الناس عم تتفاعل معها؟ ضعيف. طيب كيف ممكن نقوي هذا الشيء ونبين للناس انه هذا الشيء مهم؟ عشان هيك رحنا بكثير مبادرات، اعطينا تدريبات، في عندك مثالين قصه نجاح ايمان وساره موجودين معنا. لما التقيت فيهم ما كانوش عندهم كل الادوات هاي. سماح ايمان وسماح. ايمان وسماح اعطوهم الكلمه. ما كانش عندهم شيء، خايفين، شخصياتهم يعني هيك متقوقعه اذا سمحتوا لي يعني. اليوم عندهم مدونات، كتاب عندنا موجودين بروحوا وين ما بدك. فهذا هو اللي شوي شوي احنا عم نحاول ننشر ثقافه التدوين. لحاله محمود ما بنقدر يعني كل الادوات. اخر شغله المثال، كنت بدك تعطيني مثال ثاني غير البلوكس. نعم كنت تعطيني مثال تاني غير البلوكس او المعلومات. غير مثال اللي هو الهواتف الذكية. اليوم عم بجهز بمادة تدريبية كاملة على الهاتف الذكي، كيف يكون ساتلايت كامل، كيف يكون تلفزيون خاص فيك، كيف يكون راديو خاص فيك، كيف يكون محطة كاملة شاملة لتسوي اكبر تقرير تبثه على كل الوسائل. هاي رح اكون معك فيها ان شاء الله. طبعا طيب تمام. حربات حكى عن الموضوع الموبايل وكيف ممكن يكون ساتلايت، بس الحلو كان في الفترة الأخيرة والحرب على غزة إنه بعض الشباب قدروا يسووا فيديوهات ويسوقوها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لقصة غزة والحرب اللي عليهم. قديش كان هذا الإشي مفيد ومهم لكم، نقل الإشي صوت صورة وفيديو؟ كان مهم جدا. بقول لك اللي صار، الشباب بلشت تبدع، بلشت تنتج، وبلشت تصبح تنتج مادة علمية يدرس وتدرس في المستقبل. مثلا كانت في هنالك قناة اسمها بالبريس على برنامج زيلو. هذا البرنامج بسيط جدا، من خلاله تستطيع انك ابلكيشن استطاع انه ينضم عليه عدد كبير من الصحفيين، واستطاع انه الاخبار اول باول تستطيع من هذه القناة. الأدوات بلشت يعني برنامج بسيط، كيف رحنا ووظفناه، الصور، اللقطات، التصوير. كان عندكم تجربة فيديو تحكي لي عنها؟ الفيديو هو كان بصراحة شعور اليأس اللي أصاب كل الناس في أحداث غزة، وإنه شعور عدم تقديم أي شيء، العجز اللي أصاب كل الناس في ظل إنه قصف مستمر على قطاع غزة. كانت هي عبارة عن فكرة إنه تجمعنا مجموعة من الأصدقاء ورحنا اشترينا مجموعة من الأدوات، وقلنا بدنا نحاول إنه نوصل رسالة إنه المقاومة لها أشكال كثيرة، ومن أهم المقاومة هي نوع المقاطعة اللي هذا يدعم اقتصاد الاحتلال ويقتل أطفال غزة. عملنا بأدوات بسيطة، بتحريك بسيط وتصويت، يعني كان كل فريم، يعني الصورة عندما تشوف الفيديو كان هو عبارة عن صورة، والصورة تتحرك بطريقة هي بدائية ولكن فيها بعد أفق. الطفل اللي مرة نزلت عنه إعلان وقديش فيه تفاعل من الناس. اللي صار إحنا ما كنا نتوقع على موضوع المنتجات إنه يصير هذا الكم في أقل من ساعات. كان في هناك ملايين المشاهدات، كانت ملايين المشاهدات. كان في ناس كان التغذية الراجع منهم يقولوا بعد الفيديو هذا إحنا استطعنا إن نقاطع البضائع الإسرائيلية. تخيلوا قديش فيديو. إحنا بدنا نصل لمرحلة إنه كل التجارب اللي بدهن حلقات لما نحكي قديش إحنا استفدنا منهن، نشوف قديش استفدنا من مواقع بسيطة متوفرة بين كل إيدين الناس. عشان هيك هلأ الكاس اللي إحنا دائما بقولوا إنه كاسي فاضي وكاسي نص المليان ونص الفاضي، هذا النص المليان إحنا استطعنا استخدامه. بنغلط سامحونا يا جماعة الخير، طولوا بالكم علينا. عمالنا بنتعلم، عمالنا بنعطي دروس لكل العالم، عمالنا من نفهم ونفهم ونتعلم. تمام. طيب هلا احنا حكينا انه الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي ممكن نطلع منها مصاري او نستفيد. عندنا جمهور حابين نعرف منهم قديش، كيف انتم بتعرفوا تطلعوا او تستفيدوا من هاي الوسائل؟ انتم ناس عاديين شباب بدكم تستفيدوا من وسائل التواصل الاجتماعي، هل في عندكم فكره كيف تستفيدوا ولا لا؟ تفضلي. في عندي طريقه معينه او بعرفش إذا ممكن تزبط أو لا. هلا كإعلامية ممكن أنا بداية ما أتخرج ما يكونش مثلا عندي شغل، فأنا تلقائيا في أحداث ممكن تكون في الشارع بنزل بغطيها، بغطي تقرير فيديو أي إشي بنزلها على مدونتي أو على صفحتي على الفيسبوك أو على تويتر أو على أي إشي. فلقدام شوي ممكن وسائل الإعلام تشوف هذه التقارير اللي أنا عملتها، وتلقائيا راح هيك راح أحصل على شغل من خلال أنا اللي كنت أنزل على صفحتي. تمام.
الصبي. على فكره احنا انضغطنا في الوقت فاختاروا حدا فيكم. يلا مين بتضحي؟ كنت احكي كمان في المدونه، من خلال المدونه مثلا كنا نعرض السي في تبعتنا قبل ما توظفنا. هلا انا بشتغل في بلدي تغلقي لي عم موظف، يعني الواحد بيقدر عن طريق هاي السوشيال ميديا انه هو يسوق نفسه، يعني يعرض مثلا سي في اغراض، يعني ممكن يتلقى الرساله باي وقت، يعني الواحد ما يفقدش الامل ودائما يتابع الاعلانات، هذا بيقدر يخدم حاله. تمام شكرا. بس عشان ضغطنا بالوقت على السريع، الصبيه الان بدي احكي انه كيف ممكن نستثمر في الاشي بطريقه مباشره وطريقه غير مباشره، وبالغالب اي حدا فينا بيقدر يستفيد منها بطريقه غير مباشره. على فرض انه انا عندي باج فيها 2 مليون، عليها 2 مليون لايك، ممكن احط بوست لاي حدا من الشركات اللي بيكون معني يوصل البوست تبعه لاكبر عدد ممكن، وبالتالي هذا راح يكون مصدر دخل لإلي. بالاضافه زي ما حكت انه في الشغل لما بدي اروح اتوظف مش بس عن طريق الشغل بشوف، يعني باول شغله راح يعملوا عليها سيرش على الفيسبوك انه انا شو بحط شو بعمل، وأنه هذا شيء كتير مهم. أنا أسف، شكرا كتير إليك، شكرا كتير محمود حربات، شكرا كتير سائد كرزون، وشكرا كتير إلكم شباب على تواجدكم معنا اليوم. استمتعنا كتير معكم في الحلقة، كانت حلقة من أفضل وأجمل الحلقات اللي قدمناها اليوم بشباب البلد. أنا عارف بس إحنا دائما هيك تلفزيونيا، ما أنت عارف يعني عارفين المقابلات والأشياء هاي. طبعا لأنه في كتير شغلات طلعت أكيد، وهذا الموضوع كتير حامي وكتير عليه نقاش، وخلي الناس يعني تصبر علينا شوي بالنسبة لموضوع السوشيال ميديا والفيسبوك جيين والتسجيل زي بالضبط. طيب إحنا مشاهدينا لهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من شباب البلد. يعني زي ما شفنا وسائل التواصل الاجتماعي ممكن كتير وسائل سيئة ممكن تكون وسائل إيجابية، هذا كله بيحدد طريقة استخدامنا إلها. إحنا قدامنا عالم كبير ممكن نستفيد منه، فقط علينا نقرأ عنه أكتر، نتعلم عنه أكتر وكيف نستفيد منه. وصلنا لنهاية الحلقة، شكرا كتير على متابعتكم. تحيات طاقم عمل البرنامج كله وكمان مخرج البرنامج محمد فرج، وتحياتي عدي غزاوي. شباب البلد يلي بيسعوا كله